قال لك توكل على الله. وفعلا قال لي انا معاك، بس ما تفشلنيش او ما ترجعش ورا. برافو، ما تتراجعش. لا مفيش، نصيحة غالية، خد خطوتك وكمل، اوعى تبص وراك. وفعلا الموضوع كان صعب قوي لاي حد ان هو يتراجع. في اول ما سافرت الكويت طبعا كان الموضوع صعب. رحت على حد؟ رحت بلوك طبعا على صديق جيم. ليا كان اسمه عصام عبد الهادي، كان هو بطل كمان والناس في الوقت ده. قلت له عايز اشتغل في جيم، فشغلني معاهم في الجيم. انت عايز تشتغل عشان تبقى اشتغلت لعبه معاهم تحت ايدك والاجهزه الجيم، الحديثه تحت ايدك. اشتغلت فاشتغلت لقيت الموضوع صعب جدا. مفيش بقى فكره ان في حد يدعمك لا وهيقابلك بالحضن وتعالى، لا لقيت الموضوع صعب. فاشتغلت في النادي من 8 بالليل ل 4 الفجر، فترة 8 هادية ساعات، شوية. واشتغلت بالنهار هادية في أولها، في آخرها أولها بتبقى زحمة واشتغلت بالنهار نجار كمان من عشان 8 تجيب فلوس. عشان الموضوع صعب. انك طب انت انت كده ما بتنامش يا ابني. ما هو الموضوع انك انت فكرة ان انت ما عندكش وقت عشان تحقق حلمك الله اكبر يعني. عليك، انت انت بدأت 26 سنة وبعد وفاتك كتير. وكمان ما ينفعش تتراجع، ربيت نفسك في المية يا باشا. خلاص يتعدي، هو مفيش الا شطين والاتنين وانت في وانت النص، رميت نفسك المسافة ولسه واحد، بتتعلم العوم، والمسافة واحد، مسافة واحدة، يا ترجع يا تكمل. تشتغل نجار الصبح، تشتغل في جيم واشتغل في بالليل، جيم الليل وتتمرن امتى؟ واتمرن مع الشغل. بعد التمرين، بعد الشغل كنت بتمرن، بعد الشغل واخلص يعني. كنت بنام لي حوالي 2 ساعة 3 في اليوم، 4 في ايام ما كانش. قعدت كده شهور. قعدت كده شهور لغايه ما في يوم قالوا لي ان في بطوله في الكويت. كانت كم سنة قعدت في الفترة دي بقى؟ لا أنا مش بص لا انا ما قعدتش فتره كبيره أنا بص بقى. معلش أعذرني، أنا عايز أتكلم في تفصيلة تفصيلة، لأن إحنا لينا ملايين الناس المغتربة بره، إخواتنا وأهالينا وحبايبنا وشباب زيك بيتفرج عليك، يمكن في قريتك المعصرة أو غيرك، والنجاح اللي أنت حققته في لعبتك غيرك عايز يحققه في مجالات طبعا تانية، فلازم يلتقي يعني ياخد الإلهام منك والإصرار منك. وكمان في نقطة عايز، أنا مش حلمي، أنا حلمي أعلم الناس المثابرة والناس إزاي تحقق هدف، مش بس في رياضة كمال الأجسام، لا في أي حاجة، هو ده اللي لأن بقوله. مش كل حاجة هي رياضة كمال الأجسام. الله ينور في أي عليك. رياضة، في طبيب أي شيء هتصابر وتجدع، تقدر، مهندس، أنا آسف حتى لو بنا. كل شيء، كل واحد طيب يقدر هنرجع يحقق. لقصتنا، قعدت كام سنة في الكويت بتشتغل الصبح وتتمرن وتشتغل بالليل؟ هو الموضوع ده أنا اشتغلت فيه سنة بس، كنت بعد حوالي من 7 ل 8 شهور انا كنت بلعب بطولة مصر اولمبيا الكويت وخدت مركز تاني. يعني انت اول بطولة تلعبها كانت بطولة عالم وخدت مركز تاني، كنت بتتعلم في الكويت، كان اول بطولة تشارك فيها؟ اول بطولة في حياتي اشارك فيها. لا بص، دي رسالة من ربنا، انت محظوظ، الحمد لله. خلي بالك، لان الحاجات دي انت محظوظ ومش محظوظ، يعني انت مكافح، يعني بس بس ربنا الحمد بيدي لله رسائل للبني ادم طبعا. لما يلاقي واحد زيك، هو ربنا الادرى بيك. وانا كنت دايما اسال الاستاذ هيثم، هل مش انا كويس؟ هل انا ينفع اكمل ولا ما اكملش؟ كنت تسال السؤال ده كنت على طول؟ بس ما بسالش حد انا حلو ولا وحش، لان مش هينفع تقيمني، انا عايز اعرف ينفع اكمل؟ اقدر؟ شايف؟ طب لما كانوا في الجيم بيشوفوك في الكويت بيحصل ترانسفير لجسمك وشكلك، ما كانوش بيستغربوا في ناس ان كتير انت عندك كانت بتقول، اصرار؟ في ناس كتير كانت مؤمنة ان انا في يوم من الايام هوصل. في ناس من كل اللي حواليا، والناس دي لسه حاليا انا معاها، المدربين اللي كنت شغال معاهم اللي هم كانوا زمايلي في الجيم وحاليا لسه بنتواصل، فالناس دي كلها كانت مؤمنة ان انا اقدر اوصل.